الدنيا زائلة. المهم أيها الأحباب أن تكون بطن الأرض خير لك من ظهرها، ولذلك أن يكون أخراك راحة، ما تكون عام معذب فوق الأرض تحت الأرض فوق الأرض. يقول الله جل وعلا في صفحة من العزاء للمؤمنين، يقول الحق واسمع قول الحق جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم انظر صفتها، ما أقرب صورة للحياة الدنيا؟ قال جل وعلا: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار الزراع المزارعين، الكفار نباته ثم ما أجمله، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ثم يذكرك الله، قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللي الآن يسميها غرور، من هو اللي خلقها؟ يا أخي سبحان الله العلي العظيم، لو واحد يصنع سيارة يقول هذه ستنفجر بعد ساعتين، تركبها الله يجزاك خير، ولوها 2016 ولوها جديدة يا أخي بتنفجر، لا والله ماني براكبها. طيب خذها لك الله يجزاك خير، تمشي بها ساعتين إلا ربع، ما وش يضمن لي؟ خاف قبل ما توصل الحد تنفجر. ولذلك أن تطيع صانع الشيء الذي يخيف. اللي خالق هذه الحياة يقول لك أنها له، وأنها لعب، وأنها زينة وتفاخر تكاثر، ثم يقول أنها حطام. الدنيا شريط حياة الدنيا آخر مشهد فيه حطام. تصور لو أوريك الآن فيديو عمارة من 100 طابق تبنى وتؤثث ونوافير وجميلة وانشغلت فيها، ثم بالديناميت فجروا قواعدها وجاء عاليها سافلها، وش تقول؟ بسم الله الرحمن، ما أمدانا نشوفهم وهم يبنونها إلا وهي رماد. قد هذه الدنيا أسرع أيها الحبيب من زوال الجمال الذي كان يشدك. المهم ألا تشغلك هذه الفانية عن الباقية، واعلم أنها زائلة، فإذا أخذ الله منها شيء فلا تغضب. ومن أجمل ما شبهت به الدنيا أنها ظل، ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة. أسألكم بالله يا أحبابي، في أحد من الناس لقيته تحت في الليل يدور شجره ينوم تحتها في الليل وهو سيرحل قبل النهار؟ وش تبي بالظل هذا؟ ليل يا أخي، كل الدنيا ظل. ولذلك بعضنا متظلل في الدنيا وهي ليل الله يجزاه خير، ولا زال يتبع الفيء. الفيء ينتهي، الدنيا تنتهي. ومما شبهت الدنيا به أنها سراب. أنتوا شفتوا واحد ظمآن ارتوى من سراب يمشي ويمشي ويمشي، مسك شيء؟ هذا مثل بعضنا 70-80 سنة وقلبه ممتلئ الدنيا، باعوا في المخطط الفلاني وشروا وعمروا، وحتى بعضهم عمره 70 ورايح يدور خلاطه وخشب يبي يصير مقاول، بيجيب عمه. ما بعد انتهيت من الدنيا؟ ما بعد سمحت الله يجزاك خير؟ الحبيب يقول: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60. والله يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ماذا تريد؟ لا أقول اترك الدنيا، لكن اعبرها ولا تعمرها، اعمرها واعلم أنك ستتركها. ما شفتوا بيوت أجدادكم؟ وش رأيكم؟ أنا شفت بيت جدي كله ما يجي 80 متر مربع، 80 متر مربع بعضنا ملحقة اللي برا، صحيح؟ سبحان الله، هذا البيت كان يضم أنفس وأعمام، وكل واحد منا شاف بيت جد وضيافه وخير، رحلوا. هذه البيوت اللي أنت ما تسكنها، تسكن بيت جدك الطين؟ يضحك عليك لو سكنته، ما تسكنه، الحي رحل والبيت تهدم، هي الدنيا بيت جدك الله يجزاك خير. وهذا البيت اللي أنت فيه ترى بعد 70 سنة، بيتك الآن اللي أنت فيه أبناؤك وأبناء أبنائك، الله يا حليل جدي اللي هو أنت الله يجزاك خير، اللي هو أنت كيف ساكن هنا؟ وهكذا الدنيا تسليم، ولذلك إياك أن تنشغل بها. أول فائدة للمصائب والبلايا أنها تكثر ذنوبك ولا تخففها؟ تخفف الذنب وترفع المنازل. بعضكم له منزلة عند الله في الجنة ما بلغها بصلاته ولا صيامه ولا حجه، لكن الله أحبه فابتلاه ليبلغ في الجنة بصبره، فبعض المصائب تبلغك رضا الله. أيضا من فوائد المصيبة أن تتذكر ذنوبك،
العبد إذا ما تذكر الذنوب، ليس كل الذنوب لرفعة الحسنات، بعضها لغضب الله عليك، فيطهرك في الدنيا قبل الوصول إليه. ولذلك تحل عليك مصيبة تأخذ السيارة وتخرب البيت لأن أصل السيارة ما أخذها تقسيط، والتقسيط كان بمال حرام، الزواج طلقت المرأة ويمكن مهرها حرام، واحمد الله أنها تطلقت في الدنيا ولا تجسم أنت وياها يمكن في عذاب. وهكذا من فوائد المصائب أنك تعود إلى الله. أيضا يقطع القلب من الالتفات للخلق، المصائب تجعلك ما في ناس راحوا للتخصصي، ماذا قال الطبيب؟ والله مرضك ميؤوس منه، والله ما نقدر نتدخل، ولا لا يا أخوان؟ وش يقول؟ واحد مديون بيسجن بعد أسبوع، راح لمحمد وصالح وبها أعطوه كلهم، كل والله حك راسه، والله علي ديون، وكل واحد خلان الرخاء أصحابه، ها أصحاب الظل الوارف كلهم تركوه. وش يجعلك عند المصيبة حلت بك ما تقول إلا تقول يا رب، وتنتهي كل النداءات إلا إلى الله.